بالضغط على شركة إكسون موبيل النفطية لبيع حصتها الاستثمارية في حقل غرب القرنة بمحافظة البصرة، بل يبدو أن الوزارة مصرة على معاقبة الشركة في حال قامت ببيع حصتها لأي شركة غير مؤهلة من قبلها. وزارة النفط لديها مبدأ عام أنه أي شركة تتجاوز على تعليمات وزارة النفط والحكومة الاتحادية فبالتأكيد تكون هناك عقوبات مقابل ذلك. من حق الشركات أن تبيع حصتها، لكن إلا للشركات المؤهلة من قبل وزارة النفط، ويجب أن يكون ذلك بموافقة وزارة النفط حصرا. من جهتها حذرت لجنة النفط والطاقة من هذا التعامل مع شركات النفط العالمية، والذي قد ينعكس سلبا مع جملة من الأسباب الأخرى على لجوء تلك الشركات للاستثمار في إقليم كردستان. من جملة الأسباب التي ممكن ذكرها هنا هي الفساد الإداري الموجود، البيروقراطية الجامدة الميتة الموجود، التدخلات في شؤون، التدخلات الحكومية، تدني كفاءة البنية التحتية للآبار النفطية للعراق في الجنوب. أكيد كل هذه العوامل تتفاعل فيما بينها واضطرت الشركة أو أجبرت الشركة على تصفية ممتلكاتها واللجوء إلى إقليم كردستان. ويعتقد خبراء النفط والطاقة أن إجراءات وزارة النفط، وإن كان مضمونها السعي للحفاظ على نهج العقود الرصينة المتمثلة بعقود الخدمة التي أبرمتها، إلا أنها تبقى عاجزة أمام ضغط شركات النفط باللجوء إلى إقليم كردستان وسط غياب قانون النفط والغاز. هناك شركات كبرى فضلت الإقليم اللي هو أصغر على الثروة الهائلة، قد يستخدمون هذا التفاوت ما بين السياسة الاقتصادية والنفطية خلينا نقول بالحكومة الاتحادية والإقليم، الشركات تستخدمها للضغط على حتى الشروط اللي منحوا بها. يعني ماكو إشارة لهكذا فقرة في العقود أنه على الشركات المتعاقدة مع بغداد أن تمتنع من العمل في الشمال. وتفيد آخر التقديرات بأن خزين حقل غرب القرن النفطي يبلغ 24 مليار برميل، والذي يعد أهم حقول البصرة النفطية بحسب خبراء، لكن هذا الحقل سرعان ما أغلقت السياسة فوهته بعد تحفظ وزارة النفط على شركة إكسون موبيل التي أبرمت عقودا أخرى مع إقليم كردستان. نازم محمد، السومرية.